مع بداية سيوط الفجر الأولى بدأت عمليات عسكرية في داخل أم درمان، في وسط أم درمان، وكانت هي الأعنف، كانت تستهدف قوات الاحتياطي وبغرض احتلالها بواسطة قوات الدعم السريع. لكن قوات الجيش السوداني على مدار ساعات النهار استطاعت صد الهجمات التي استهدفت هذا الموقع المهم في أم درمان. ثم بعد ذلك استمرت العمليات في أحياء أخرى في أم درمان وجنوب الخرطوم، وكانت أعنف كثيرا مما كان الوضع عليه في الأيام الماضية. نعم، يعني الجيش الآن يدعو أو يجدد دعوته للتطوع، يعني على ماذا يدل ذلك؟ هل الحرب ستستمر في السودان لمدة طويلة برأيك؟ لا أعتقد ذلك. يعني أولا الجيش يعني هو هذه القوات التي طلب التطوع إليها، ليست القوات النظامية نفسها الجيش يعني للانخراط في معارك مع الجيش، بل لحماية الأحياء، يعني تدريب مجموعات من الشباب للقيام بحروب تستهدف أو لعمليات تستهدف حماية الأحياء، لأن هناك استغلال للمواطنين كدروع بشرية من جانب قوات الدعم السريع التي تستحكم داخل الأحياء وداخل بيوت المواطنين، والجيش لا يستطيع أن يقوم بعمليات عسكرية ناجحة تجاه هذا الوضع، لأن أي عمليات من جانب الجيش خاصة بالأسلحة الثقيلة أو الطيران يمكن أن يكون ضحاياها من المدنيين. نعم سيد عثمان، نعم تفضل. نعم، دعا لتجنيد الشباب للقيام بحراسة الأحياء وليس للمشاركة في العمليات العسكرية. نعم، إذن برأيك ما هي أسباب فشل الجهود في التوصل إلى حل يوقف إراقة الدماء في السودان؟ هل الأسباب داخلية أم خارجية برأيك؟ لا هي داخلية. أنا أعتقد أن هناك تعويل على الحل العسكري، وهو في تقديري ليس الحل المناسب، حتى ولو كان متاحا أن ينتصر الجيش السوداني على قوات الدعم السريع، فأنا أعتقد أن ذلك هو ليس الحل الأفضل، لأن الحل المتوافق عليه عبر مفاوضات تسوية سلمية يمكن أن تفضي لإنهاء الحرب في كل أنحاء السودان وليس في الخرطوم وحدها، لأن الحرب الآن إذا انتهت في الخرطوم مرشحة أن تنتقل إلى ولايات أخرى فيها هشاشة أمنية، وقد تجعل من السودان مساحة شاسعة كلها حروبات وأشلاء ودماء. لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، أنا أعتقد ذلك ينهي الحرب في جميع أنحاء السودان، وهو الخيار الأفضل.